واحد بيقول أبا اعترافي قال لي ذات مرة إن السمسار به كثير من الأخطاء وبعض الكلام غير المنطقي. هو مش أصول يقول لك كده ويشكك، لكن اسأله ما هي الأخطاء وما صحتها. بيقول بعد كده فاهتزت ثقتي، فهل هذا الكلام صحيح؟ ومتى سيتم إصدار نسخة منقحة للسمكسار؟ إن شاء الله هنصدر نسخة منقحة للسمكسار نتلافى فيه أي خطأ موجود. لكن مش أصول ثقتك تهتز في السمكسار كله علشان بعض الأخطاء اللي ذلك أبا اعترافك مفروض أن يقولها لك وأنت تقولها لي وإحنا نصلحها.